أسعار اليوم من سوق العبور للجملة، طبعا الأسعار دايما في تقلب، فيها تلاقي حاجات ارتفعت وحاجات انخفضت. الخيار يا جماعة البلدي من 2 إلى 3.5، الخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيه. هنقول ملحوظة بس صغيرة جدا وبعدين نكمل الأسعار. الأستاذ المحترم اللي كاتب التعليق ده اللي هو بايع الخيار الصوب ب4 جنيه وربع، بيقول انت بتشتغل لحساب مين والكلام الفاضي كله، احنا ما بنشتغلش لحساب حد، احنا بنعرض الاسعار تمام، وعايزين الاسعار تكون في متناول المستهلك، لان انا من الناس اللي بتشتري الحاجات دي. انا لما اجيب 2.5 كيلو خيار مثلا ب10 جنيه وخيار نظيف وزي الفل، مش زي مثلا احد متابعينا اللي كان كاتب لنا تعليق في الفيديو السابق ان هو جاب الخيار ب8 جنيه، فادي اللي ضايقني بصراحة. انا اهم حاجة عندي الاسعار تكون في متناول المستهلك، والمزارع برضو يلاقي مكسبه ويلاقي لقمة عيشه. نكمل بقى الاسعار. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، لان اللايك بيرفع الفيديو. لو في اي متابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. البتنجان الرومي يا جماعة من 1 إلى 2 جنيه في الجملة. النهارده يا جماعه انا مشتري البتنجان الرومي 1.5 كيلو ب5 جنيه، البتنجان العروس من 1 جنيه إلى 3 جنيه، الطماطم يا جماعه من 30 إلى 60 جنيه وفي 65 جنيه، وزن العدايه 20 كيلو، يعني نقدر نقول في المتوسط الكيلو واقع من 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه في عدايه الطماطم. البتنجان الابيض الحشو يا جماعه من 1 جنيه إلى 3 جنيه، الفلفل الرومي ارتفع عن امبارح حاجة بسيطة من 3.5 إلى 4.5. احنا بنقول الاسعار يا جماعة، اللي ارتفع بنقول ارتفع، واللي انخفض بنقول انخفض. احنا عايزين نفيد المستهلك، وعايزين نفيد اصحاب الارض، وعايزين نفيد اي حد بيتابعنا. الشطة يا جماعة البلدي بتبدأ من 1 جنيه إلى 3 جنيه و3.25، كل زرع حسب جودته. الشطة الامجة يا جماعة من 3 إلى 4.25، الفلفل الالوان يا جماعة ان كان احمر او اصفر من 3 إلى 7 جنيه، البطاطس بانواعها يا جماعة، البطاطس الكارة من 3.25 إلى 3.25، بطاطس الاسبونتا الجبلي من 2 إلى 3 جنيه، وطبعا الكارة والاسبونتا دي للتحمير. بطاطس نوع ابيس من 2.25 إلى 3.25، طبعا البطاطس حسب جودة الزرع، يعني بتبقى احجام، لما يكون الزرع فاير وكويس بيجيب سعر كويس للمزارع، التاجر جملة بيشتريه بسعر كويس. قلنا بطاطس الاسبونتا، في صنف اسبونتا نوالة، هي اللي اسمها بطاطس اسبونتا صنف نوالة، دي بتبقى احجام عالية بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة، دي بتبدأ من 5 جنيه وفي ب5 إلا ربع، يعني اعلى حاجة 5 جنيه فيها. الكوسة يا جماعة طبعا دايما متقلبة من 3 إلى 5 جنيه. البصل يا جماعة، الناس اللي بتسأل عن البصل، البصل طبعا سواء كان أحمر أو أبيض سعره متقارب لبعضه من 1 جنيه إلى 180 قرش. في بصل بقى يا جماعة، بصل يعني أحجام بياخدوه جماعة بتوع الكشري، ده بيصل من 2 إلى 2.25، ممكن تلاقيه ب2، يعني في الحدود 2.5 اخر، لو حاجة زي الفل يعني. جزر طبعا يا جماعة من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البنجر يا جماعة ب2 جنيه، الكابوتشا اللي هي برضو تحط على السلطة دي يا جماعة، العداية بيبقى فيها 12 حباية تمام، سعرها من 40 إلى 45 جنيه. القلقاس يا جماعة من 2 جنيه إلى 3 جنيه، الليمون طبعا زي ما بيقولوا في فرق عروة تمام، فسعره طبعا مرتفع شوية، بيبدأ من 14 إلى 25 جنيه، طبعا الليمون بيبقى حسب حجمه زي ما انتوا عارفين، وكل زرع يا جماعة حسب حجمه وحسب جودته، مش كل الزرع له سعر واحد. شكرا لمتابعتكم لينا، وما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.